بعد زواجها صار زوجها يجيب أصدقاء المشبوهين للشقة، وما اكتفى بهذا وبس، الزوج صاروا أصدقاء يجيبون حتى صديقاتهم ويسهرون بصالة الشقة، إلى أن بيوم صار شيء صدم الأب وخلاه يندم على فعله. برنامج قصتنا وياي أنا عمر الساهي، خلوا لايك للفيديو وتعال أحكي لكم. هلا يا بشونكم، قصة اليوم بيها مأساة وأحداث صعب تتحملها مرأة، وبيها نهاية وأحداث غير متوقعة. مريم شابة يتيمة الأم والأب وعدها أخوات اثنين فقط. مريم شابة عاقلة ومحترمة وملتزمة دينيا. تزوجت مريم من شخص أقاربهم وعاشت هي وياه ببيت آجار. تقول مريم زوجي بداية زواجنا هادئ وعاقل وكان حتى ملتزم بصلاته، لكن بعد سنتين من الزواج بدأ يتغير ويترك صلاته ورجع كأنه مراهق. تقول مريم أنا كنت دائما أحاول أنصحه لكن هو كان عصبي وما يتفاهم. المهم عدى على زواج مريم 5 سنين وصار عندها بنات 2، وبهذه الفترة بدأ زوجها ينحرف شوي شوي إلى أن زاد انحرافه، وصار يطلع هو وأصدقائه يسهر وما يرجع إلا آخر الليل، ولما يرجع يكون مخمور وما يدري بروحه، وصار أحيانا يغيب عن البيت ويترك زوجته وبناته 2 أو 3 أيام. تقول مريم أنا تحملته وتحملت تصرفاته 10 سنين، إلى أن بناتي وحدة صار عمرها 9 سنين ووحدة صار عمرها 7 سنين، حاولت أخذ مكانه وأكون إلهن أم وأب وأربيهن تربية صالحة، لأن حتى اهتمامه ببناته صار جدا قليل، يمكن بالشهر مرة ما يبوس وحدة بعدهن أو يقعد وياها ويسولف وياها. وكل هذا تحملته وكنت صابرة عليه وعلى تصرفاته ودائما أدعي الله يهديه، رغم كان حالنا يسوء أكثر وأكثر وحالتنا المادية تتعب شوي شوي بسبب تبذيره وتصرفاته. إلى أن آخر شيء طلعنا حتى من البيت اللي مأجري وقعدنا بشقة صغيرة بها غرفة واحدة وصالة، وكل هذا تحملته إلى أن الموضوع زاد عن حده وصار زوجي يجيب أصدقاء المشبوهين للشقة، وصار يقعد هو وياهم ويسهرون لحد الفجر وأني وبناتي قاعدين بالغرفة وقافلين الباب علينا. تقول مريم بهذه الأيام أنا كنت أحاول دائما ألهي بناتي، كنت دائما أقعد وياهن بالغرفة ونقفل الباب ونقعد نقرأ قرآن ونسبح وأقعد أعلمهن على هواي أشياء، كل هذا بس في سبيل ما يسمع لا أبوهن ولا أصدقائه، ولا كنت أخليهن أساسا يطلع عن باب الغرفة لما يكونون موجودين. المهم تقول مريم بعد ما سكنت بالشقة جاراتي اللي بالعمارة كلهن صارن يحبني، لأن أنا فتحت دورة مجانية لحفظ القرآن، فصارن يدزن أطفالهن يمي أحفظهم قرآن وأيضا أقريهم الدروس الإسلامية ويا بناتي، وبعضهن صارن يجن هن ويا أطفالهن وبدن يحفظن أجزاء من القرآن ويانا، وأنا كنت مخصصة وقت إلهم إما قبل الظهر أو قبل المغرب لأن زوجي كان يطلع من الصبح ما يرجع للمغرب من الشغل. المهم تقول مريم أنا ما كنت أخذ مقابل على هذا رغم أنا كنت بذاك الوقت بأمس الحاجة. آخر شيء تقول مريم زوجي هو وأصدقائه صار صوتهم كل شيء يزعجنا. تقول مريم زوجي كان صوته كلش حلو، فكانوا احيانا اصدقائه يجبروه ويطلبون منه يغني لهم وهو يقعد يغني واني وبناتي بالغرفه وكنت اكل بروحي. وايضا رغم كل هذا وكنت صابره ومتحمله ويا ريت صفت على هذا الفعل وبس. الكارثه اللي صارت لما اصدقاء زوجي صاروا يجيبون صديقاتهم للشقه ويقعدون يسهرون ويضحكون ولا كان اكو احد عايش بهالشقه. صارت الشقة بالنسبة لهم مطعم ليلي يسهرون بيه شوكت ما يعجبهم، وساءت الأمور أكثر وأكثر، وبيوم تقول مريم أنا بغرفتي نايمة يم بناتي وصارت الكارثة. وحدة من البنات اللي جاية ويا صديق زوجي لشقتنا أهلها كانوا مراقبيها وظلوا وراها، إلى أن دخلت للشقة دخلوا وراها وصارت مشكلة كبيرة. تقول مريم أنا فزيت على صوت صياح وضرب وحضنت بناتي من الخوف وبقيت قاعدة بالغرفة، وظليت قاعدة وخايفة لحد ما هدى الصياح. طلعت فتحت باب الغرفة لقيت زوجي قاعد بالصالة ومشكوك هدومه. سألته ليش ايش صاير بيك وشنو هذا الصياح؟ تقول لما حكالي أنا انتهيت بعد ما أتحمل وانفجرت عليه، وقلت له والله حرام عليك هذا اللي جاي تسويه، أنت كبرت وبناتك كبرا المفروض تترك هاي الأمور. تقول مريم بيومها صارت مشكلة كلش كبيرة بيني وبينه، تعصب عليه كلش وقال لي أنا بكيفي وأسوي اللي يعجبني وإذا ما يعجبش أطلقك. تقول مريم أنا ما عندي أحد وأخاف على بناتي، بلحظتها سكتت ونزلت دموعي وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. آخر شيء طلبت من عنده يسوي لي باب ثاني داخل الغرفة حتى ما أسمع صوتهم وأمن على نفسي وعلى بناتي.
وبالفعل خلف الباب الخشب حطيت باب حديد وكنت أقفل البابين علي وعلى بناتي ونقعد بالغرفة حتى أطمن عليهم وعلى نفسي وما أسمع أي صوت. لحد هنا ما خلصت الأحداث بقصة مريم وزوجها، راح يصير شيء ما حد يتوقعه. مريم تقول زوجي استمر على هذا الحال إلى أن تعبت صحته بسبب المكروه اللي يشربه والسهر وقلة النوم. وبيوم تقول مريم الصبح كنا أنا وجاراتي بالصالة وقاعدين الأطفال يمنا كنا نراجع الأجزاء اللي حافظيهن. فجأة قبل الظهر دخل زوجي للشقة وتفاجأ بالأطفال وبجاراتي اللي يمي، لأن هو ما كان يعرف بهذا الموضوع وأنا أساسا كنت ما حابة أقول، كنت أخاف شيطانه يلعب بدماغه ويحاول يخليه يمنعني. المهم تقول بلحظتها أنا تفاجأت برجعته لأن هو مو عوايده يرجع بهذا الوقت. بلحظتها تقول دخل غرفة النوم وصاح لي مريم تعال. رحت له سألني شنو الموضوع. بلحظتها تقول مريم رب العالمين نزع الخوف من قلبي وحكيت للصدق، قلت له دول جيراني يجون هم وأطفالهم وأحفظهم القرآن وصار لهم أشهر على هذا الحال. بلحظتها تقول زوجي سكت وما حكي شي ولا أنطى أي ردة فعل، وأني سألته قلت له أنت شعجب جاي اليوم من وقت؟ قال لي صاحب العمل بطلني لأن صرت أروح متأخر للعمل أكثر من مرة. مريم تقول بلحظتها أني فرحت لأنه تعاقب، لكن بنفس الوقت حزنت لأن ما ظل عندنا مصدر رزق، لكن بالتالي قلت رب العالمين موجود وما راح ينسانا ودعيت الله يفرج علينا. المهم تقول زوجي ظل قاعد بالبيت أسبوع كامل وأني من شفته ما معارض على سالفة تحفيظ القرآن استمريت على هذا الحال وظليت أقري الأطفال هم وأمهاتهم. بعد هذا الأسبوع حكم إيجار الشقة وزوجي كان ما عنده لأن بطل من شغله، فاتصل على أصدقاء اللي يسهرون وياه حاول يتداين منهم لكن بيومها كلهم تعذروا منه وقالوا له ما عدنا. المهم مريم تقول كانت عندي وحدة من جاراتي كلش مقربة مني وتعرف بوضعي وتعرف بكل اللي صار، تفاجأت بيها دق الباب علي وجايبت لي مبلغ وحلفت علي إلا أخذه، وأني ظليت رافضة وهي ظلت تحلف إلا أخذه وقالت لي اعتبري هذا هدية مقابل تحفيظك إلي والولدي وتعليمهم. المهم تقول مريم بعد ما لحت علي كلش أخذت المبلغ وشكرتها ورحت انطيت المبلغ لزوجي قلت له هاك هاي الفلوس ادفع من عندها الإيجار. بلحظتها تقول استغرب سألني ميلك هاي الفلوس، قلت له جارتي جابتهن إلي هدية لأن حفظتها هي وأطفالها القرآن. مريم تقول بلحظتها زوجي صدمني نزل راسه وصار يبكي مثل الطفل والأول مرة أشوفه بهذا الحال. تقول أنا ظليت متفاجئة قلت له شبيك خو ما بيك شي، قال لي لا بس أنا أحس بروحي ظلمتكم وقصرت بحقكم هواي، وظل يعتذر مني بطريقة كنت جدا مستغربة منها وقال لي من هاي اللحظة أنا تبت عن كل أفعالي. وتقول فورا راح وتوضأ وقعد يصلي ويندعي ويبكي وأنا مذهولة ومصدومة شنو اللي صار له. تقول بلحظتها شحكي لكم حسيت رب العالمين فرج علي وعلى بناتي ومن الفرحة والله بكيت. وثاني يوم راح زوجي للمسجد ومن يومها صارت كل صلاته بالمسجد، وبعد فترة رب العالمين فرجها علينا بطريقة ما تخطر على بالنا. المسؤول عن المسجد اللي يصلي به زوجي كان يسمع زوجي لما يكون بالمسجد يقرأ قرآن وصوته جدا حلو، وبيوم دز علي المسؤول عن المسجد وقال له المؤذن اللي بهذا المسجد راح ينتقل خارج المدينة، تعال انت بمكانه وصير انت مؤذن ما دام ملتزم وصوتك حلو، واكو بيت صغير بصف الجامع احنا كنا مخصصين للمؤذن اللي قبلك، اطلع من شقتك واسكن بي مجانا بدون ايجار. من لحظتها صار زوجي مؤذن بالمسجد وياخذ راتب وسكننا بالبيت المجاور للمسجد. تقول مريم بعد 11 سنة من الصبر حسيت رب العالمين كافأني افضل مكافأة، هدالي زوجي بعد توبته ورزقنا بعمل وسكن مجاني بعد ما كنا سنين قاعدين بالإيجار. وتقول حبيت أحكي قصتنا حتى كل إنسان عنده مشاكل بحياته ما يفقد الأمل ويصبر ويدعي ربه ومية بالمية راح يجي الفرج. يا جماعة بصراحة نهاية مريم وزوجها أثلجت صدري. قبل لا أختم حاب أقول شيء بخصوص هذا الموضوع، خليك متأكد دائما مثل ما الأجر على قدر المشقة الفرج على قدر الصبر، كل ما كان صبرك طويل كان الفرج عظيم. حاول دائما تبتعد عن التذمر والشكوى للناس، كل اللي عليك انك تسعى وتندعي ولا تشيل هم لانك بيوم راح تصحى على فرج يبهرك. ومثل ما قال الشاعر دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حالي.
لا تنسون الإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة، وتابعونا على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب. هذه حساباتي، تقدرون تتواصلون معي من خلالها وترسلون قصصكم. لهنا قصتنا انتهت، الحين ما نلتقي مرة ثانية بحلقة جديدة. أشوفكم على خير، في أمان الله.